اوكي ناو هناخد الجاسبر ريسبونس بتاع الانتري انتو تمبل ورد الانجيل بتاع عيد دخول سيد المسيح الى الهيكل. اوكي برضو 4 هللويا بعد كده بنقول الفيرس او مراد الانجيل الخاص بالعيد بتاع دخول سيد المسيح للهيكل. بعد كده بنقول الاستيخون او الربع بتاع فايو ريبيو. بعد كده بنختم بالافيس مرات بالظبط نفس الطريقه بتاعت كل مرات الانجيل بتاع معظم الاعياد يعني. اوكي هقول كده اول سطرين هم 4 هللويا بالفيرس بتاع العيد. بعد كده خليكم تجربوا قولوا معايا بالهزات هللويا شيء يخون اي بي ار في معناها ايه بقى يسوس بخصوص افشير يمفنوتي اف شيء يخون اي بي ار في معناها يسوع المسيح ابن الله دخل الى الهيكل Jesus Christ the Son of God entered into the temple او has entered into the temple. نجرب يلا 4 هللويا مع بعض 1 2 3 جميل يلا مرة كمان بعد كده ايه بعد ما نخلص نقول الربع بتاع فاي ري بي او بعد كده نختم بجي اف اس مرات تمام يلا نعلي صوتنا 1 2 3 هللويا